حياكم الله واهلا بكم على كل متابعي ومشاهدي قناه سامره الفضائيه ببرنامجنا برنامج جيرهم كلش. حتكون عندنا جوائز وهدايا مقدمه من الشركات الراعيه، واول هديه مقدمه من مجموعه شركات يحيى حسين السامراء الداعم الاول للمشاريع الصغيره والكبيره، من ضمنها مركز امبريال للتجميل وشركه اسكوبار. واكيد اليوم عندنا هدايا اخرى اللي هي مقدمه من سلسله مطاعم مندي اليمن والمتسوق ماركت، واكيد مثلجات جيلاتو ومركز امبريال. الهدايا اليوم كلش حلوه حتكون، والجوائز كلش حلوه، لكن نبدا وياكم مشاهدينا الكرام باول فقره، فقره ركز وجاوب. فقره ركز وجاوب راح تكون عندنا تحدي بين فريقين، اكثر شخص راح يجاوب على اكثر عدد نقاط راح يفوزون وياه بالجوائز المقدمه من الشركات الراعيه. واكيد اللي راح مين يجاوب على النقاط اللي موجودة أو الأسئلة اللي موجودة فقط ركز وجاوب لح يخسر وياي بالجوائز. الجوائز عندي هنا جوائز وعندي هنا جوائز، خلينا نشوف منو اللي راح يقدر يفوز وياي ببرنامجنا برنامج جرهم كلش. اللي شاركني بتصوير ومصور أيمن الخالدي وعلي الحسني، العفو علي حسين، ونوكم بالتقديم خطاب القصاب. ابقوا وياي. مرحبا، أنا بنت مثلي مثلكم، وأعرف إن الجمال هو شيء ينبع من الداخل، بس أحيانا نحتاج إلى عناية من الخارج حتى نصنع شخصية أقوى وثقة أكبر. بمكان يقدم لي خدمات عناية متكاملة لبشرتي وإضافات الجمال الطبيعي الوجهي وليزر إزالة الشعر بسلاسة وسرعة ونظارة البشرتي عنوان جمالي. ولأن إحنا نؤمن بأن جمالك يستحق أفضل المنتجات والخدمات، لازم تحظين بتجربة فريدة من نوعها للتجميل وعناية متكاملة بالجسم والبشرة. بالنهاية راح تتركين مملكتنا بثقة وجمال لا مثيل له. إمبريال، حيث يبدأ الجمال. مشاهدينا الكرام بدينا لكم بأول فقرة، فقرة ركز الجواب. مثل ما عرفتوا أنه حيكون فريقين، الفريقين حيكون أكو تحدي، وحتكون عندي هنا جوائز ظروف وهناك عندي جوائز مختلفة، لكن برأيكم منو اللي راح ياخذ الجوائز أو منو اللي حياخذ الجائزة ويجاوب على أكثر عدد نقاط؟ مرحبا. شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ ياسين. ياسين. عبودة. عبودة ايش بكم انت شيء؟ من هسه؟ لا شنو السالفة؟ عبودة اسمه والله. يلا. علاء. علاء. ميثم. انت شو الدوام؟ انا بكالوريوس علم نفس. وانت؟ قاسم. علم نفس؟ اي. وانت؟ مرحلة ثانية بايو. وهو؟ هو قانون مرحلة ثالثة. محامي يخاف على مشاعره. بالضبط، سوالف محامين. سوالف محامين. وانت؟ قاسم. قاسم تمام جاهزين؟ جاهزين. نبلش؟ نبلش. زين يا الله راح نبلش هنا، لازم انتم تركزون ماشي؟ بلش بيهم. بلش. لا في اسم المايك، المايك يمك، وركزوا وياي بالسؤال. ركزوا انتم مثل تجاوبون. احنا نجاوب غير انا عاد نجاوب؟ لا واحد يعني شوف شنو جوابه وشوف شنو جوابك. تمام؟ ناخذ الجواب الاصح لو الاصح يعني هو ينطرايه وانا انطرايه. اها عافيه. حلو. يلا في انف او في خشم الانسان يوجد ما يسمى بالجيوب الانفيه، فما عدد هذه الجيوب؟ ايش عدد الجيوب بجسم الانسان؟ ما ادري بيها 8. ها؟ 8 يعني لو 2 ما ادري ما اعرف ايش قد. باع الهدايا ترى هوايه، هنا هدايا اكو ظروف وهناك اكو هدايا اجهزه كهربائيه وهواي شغلات. لا انا ادري بيها 8. ما متاكد. انت متاكد لو ما متاكد؟ ما اعرف كل واحد يعطيني جوابه واحده. ثمانيه. خذ المايك. اثنين. عافيه. انت قلت اثنين، ايش وضعك على ثمانيه؟ ثبت على اثنين؟ ثبت. انت ثبت على ثمانيه وقت تغيير؟ ثمانيه اضرب فيها ثمانيه صراحه. يعني ثبت على ثمانيه. ثمانيه. ومتاكد يعني متيقن؟ ثمانيه متاكد. متأكدين؟ متأكدين. جواب الأصح هي نقطة لك 8. أسرع واحد جاوبني المايك يمك. يلا ركزوا هنا
ركز على كيفك، ركز مصر، قول لغيرك تمام. ما هي أصغر دولة عربية من حيث المساحة؟ البحرين. المايك. كويت. كويت، حلو. البحرين. ترى هو جوابك انت غلط، تجاوب جوابه؟ لا الكويت. لا عاد هم غلط والله، هي لو الكويت لا البحرين صراحة. اختار واحدة من ذني الاثنين. كويت. كويت، حلو. كويت. الكويت. ثلاثة قالوا لي الكويت، واحد قال لي البحرين. في رأيك انت جوابك اصح لو جواب الاصح؟ لا، جواب الاصح. من يقول؟ اثبت لي. انا اقول اثبت لي. البحرين مساحتها بالاقل، بالمساحة يابسة، محيط اعتبار مثل ما تقول جزيرة. ايه فأنا مدرس اجتماعيات وخريج بكالوريوس علم النفس. لا، جوابك صحيح. هسه صارت نقطة بنقطة. لا بنقطة. وكان المايك كمهم فحولناه يمك. نقطة بنقطة. المايك هسه نحول المايك كمهم لو يمكم؟ لا، يمنا يبقى. هسه يبقى لا، ما يصير، لازم نحاول نرجع يمهم. يلا اسم المايك كمك بسرعة. أين يوجد مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ بسرعة. بالبصره. وين؟ ما ادري صراحه. ما بالبصره؟ ما متاكد. لك حظي حاره يقول لي بالبصره. وين؟ بدر شكل سياب. وين؟ صدق بدر شكل سياب. وين؟ ما ادري. يقول ها. طي المايك. ما عندي جواب انا. ما تعرف الجواب. زين. ماكو زين بعد، راحت عليك. تعال طي طي طي. اكو دقيقه. وين؟ ذيقار. ذيقار؟ نعم. يعني ما متاكد بس. علاوي ممكن تقول لهم وين؟ مقامه بمكة المكرمة، وال ودفنته صارت بالنجف الأشرف، على ضجيعي كنوح وآدم وإبراهيم. سيدنا إبراهيم بالنجف مدفون؟ دفنته بالنجف ومكانه بمكة المكرمة المقام. سيدنا إبراهيم مدفون بالنجف؟ بمكة المكرمة ومكة. لك أنت دمرت التاريخ والدنيا وكل شيء. هسه ارجع لك. اعطي المايك. مكة. ليش اخذه كذا انا؟ مكة. انا اخذه كذا للنجف الاشرف، اخذه كذا. مدفون بالنجف الاشرف؟ لا لا، مقامه، قال لك مقامه بالنجف الاشرف. مقامه بالنجف الاشرف. مقامه بمكة، انا اقول لك. مقامه بمكة، خلاص صحيح. جوابك صح، صارت نقطتين لك. يا الله. عشان ما يكمك. جيبه. بس ما تقول مدفون بالنجف، هاي سالفة. مو احنا موجودة المقامه يعني. زين. صحيح؟ مكة المكرمة. بابا انت حتفوز، احسك ايش راح تفوز بالجائزة يعني. يا الله. يا الله. من هو أول منتخب عربي صعد إلى كأس العالم؟ ماكو أي سنة. أول منتخب عربي؟ صباح الخير، استقروا على العطور. مصر. ها؟ مصر. كأس العالم؟ مصر. أول منتخب عربي. أول منتخب عربي؟ مصر. اسم هناك يقول لك الكويت، أنت تقول له مصر؟ مصر. مو يقول لك الكويت يعني، ترى مصر ممكن يقول لك مصر. مصر. مصر ومصر. ها؟ مصر ومصر عليها. انا اقول لك الكويت، وانا وياك اقول لك الكويت. يعني متاكد هم خلاص خسروا يعني، فانا وياك حطيت نقطة ثلاثة للكويت. انا اقول لك مصر. انت مصر؟ مصر. راح تنزل نقاطك. ما يخالف. وانا متاكد نقاطك راح تنزل. مصر. شو اسمك؟ علاء. علاء، نقطة نزلت من نقاطك. اعطيني المايك. شو تقول انت؟ اي يا صحيح. بس لا بس هو اول منتخب عربي. يقول لك اول منتخب عربي. ايه شوي حبيبي ارجع لي ورا. منو؟ المغرب. المغرب؟ نعم. اعطيني المغرب. المغرب. مصر. مصر. ترى نزلنا على نقطة. انت نقطة ما تروح نقطة عندي. مصر. يعني تروح نقطتك عادي ونزلت نقطة. ما اعرف بس انا اربيها مصر يعني، هاي اجابتي مصر. والله اللي غششوكم هم اصلا، هم يعني الموضوع مو يمهم، فانت ليش تاخذ حكايتهم؟ ما اعرف بس يا ما متاكد بس يا زين ماشي. من قال لك الجواب؟ بصراحه اذا قلت لي منو قال لك الجواب؟ لا هو مو انا صراحه، رياضي يعني مثل ايمن، يعرف بس ميسي غيره ما يعرف. لا كريستيانو حجي، جماعه كريستيانو، بس انا ادري بيها مصر. هو كريستيانو بيا فريق بالنصر حاليا. بالنصر؟ حلو. بس انت مصر. اي خطأ.
وبخطأ، أنت خسرت أصلاً نقاطك راحاً، واللي غششك كله شكراً لك، تحياتي لك يعني. بس يعني أنا صراحةً اللي أدري ما صار. شو أسوي لك؟ هذا حظك. يا الله ما يخالف، في دول الشعب. جواب صحيح نقطتين بثلاث نقاط اللي هي مصر. حلو، هسه المايك يمكم. هنا حيصير تحدي بينك وبينه، ماشي؟ وراها راح يدخلون غيركم، راح يشاركون، حتى يفوزون بالجوائز. جاهز؟ انا حنفوز ولا لا؟ ما هي اطول رحله في تاريخ البشريه؟ يعني من يانوع، ما عرفتي يانوع ايش ما تريدي؟ يعني شنو؟ ما هي اطول رحله في تاريخ البشريه؟ يعني بوقت بوقت انا اقول لك اياها ما اقدر، بس اذا اقول لك اياها راح تخلص، انت راح تجاوب. ما اعرف ايه سؤالك. ما اعرف انت، ما ادري يعني، ما اعرف. استاذ بالمدرسه هذه وين قاعد؟ اقف. يعني سؤالك حاول شنو بالضبط؟ انت وين تباوع؟ ما بابا صعب اقول له. تعال هناك انت، تعالي تعالي انت، تعال يمي. اوقف هسه لعشاركم، ايش اسوي لهم؟ سهلهم اللي يجاوبون. حاول شنو بالضبط بس يهمني. يعني سؤالك تقول لي اول رحله وين شنو الموضوع؟ استاذ بعد تقول لي استاذ ما ادري باوع. اطول رحله في تاريخ البشريه، رحله كانوا يسموها بها ذاك الوقت قبل ما ادري هجريه ميلاديه، هجريه ولا ميلاديه؟ هجريه؟ هجريه. ما ادري والله. الاجابه؟ تعرف لو لا بسرعه، لان ترى ما حركز يوم هناك. صار المعراج؟ ها؟ صار المعراج؟ طبعا قالوا لك، طيب المايك غير سؤال. مو دا اقول لك انت ايش ما راح يقولوا لك راح تخسر. يعني من اللي غششك؟ يعني هي بالهجرة. يعني من غششك؟ انت تقول لي بالهجرة. من غششك؟ بس من غششك؟ يا ما يعني لا ما حد غششه، بس اني مو انا يمك ترى. الماك انت بالنسبه خسرت، راحت عليك النقاط. اي والله خسرت. انا قلت لك اي واحد راح يغششك راح تخسر. عسر هاي فكره البرنامج وهاي فكره النقاط، عدد النقاط. هسه يمكم سؤال. صباح الخير، تعال هناك، تعال هناك. تركي؟ ها تركي. اللغه العربيه فول. تمام، هاي حزوره بس بيها لغز. تمام، راح اعطيك اخر فرصه. تعال يمي، حزوره بس بيها لغز، فركز وياي. اشتريها بمالي ولا ادخلها بداري؟ اي واحد راح يغششكم اشتريها بمالي ولا ادخلها بداري؟ يعني ما ادخلها بداري. الموضوع مهم كسيمهم، وراح اسد الورقه. يلا حتى خافي لك نيه تباوع. اشتريها بمالي و حتروح على جوجل. جوجل شو يا حبيبي ترجع لي هناك؟ يلا اشتريها بمالي وما ادخلها بداري. اها بس تغششوا ترى يخسرون، فخطيه عوفهم. تقدر السياره؟ يقول السياره. ايش قاعد عندي وقت؟ سيارة. راح اجابتي. بس انت تشتري السيارة؟ هاك هاك طيني طيني. هو انت تحاول تختار. وانا ما عندي، لا ما عندي متأكد. السيارة؟ ما عندي متأكد. شنو جوابك؟ لا افكر فيه بعد. انت تبي السيارة؟ سيارة، خليها على السيارة ماكو غيرها. خلاص حظي. يعني اقرب شيء حاليا سيارة صراحة. هو قال السيارة بعد. هو قال السيارة. شنو جوابك بعد؟ قلت لا مو هو. فشي اشتري بمالك و بس عيد السؤال؟ لا ترى سؤالي كلش واضح بعد، خلص جواب السيارة هو الفاز. انا اقول لك اياها. انا بعد ما جاوبت ترى. هو السيارة، شو اسوي لك انا؟ ما جاوبت اول. حظك. الله هاي. حظك. حظك. تعال تعال، انت شلعت قلبك وشلعت قلبي ودمرت مستقبلي ورايحان تعطيني الهدية هاي. لا اي عافيه. لا وراها عافيه. هاي اول هدية مقدمة من شركة سكوبار، مبروك عليك. انت دخن؟ انا لا ما دخن. لا تدخن؟ لا عمي الله. انت انت تطير صديقك هاي. هاي اخذتها. ما شو اسوي فيها؟ لاحظتك غيرها. اي لاحظتك هدية.
مقدمة من سلسلة مطاعم مندي اليمن لشخصين انت ويا، بس تاخذ ثالث تدفع فلوس. تمام. مبروك عليك وتستاهل. اما انت صارت من نصيبك تعطيها صديقك. آه وين اعطيها؟ هاي حظك. هاي راح تصير مضره. هاي بكيفك. لا لا وين هاي انت خسران. انت خسران. مبروك عليك. تستاهل. تعال وين صديقه؟ باع مبين ذاك. هي ها فوقاها. اي وفوقاها. خذ هديه. تحياتي لك. الى اللقاء مشاهدينا الكرام. اكيد بعدنا مستمر وياكم، ننتقل وياكم الى فقره قصه ومثل، لكن فقره قصه ومثل هم راح يكون بيها تحدي ويقول لك هذا المثل: ياكلون تمر ويضربونه بالنوى. من هم اللي ياكلون تمر ويضربونه بالنوى؟ هي مقصوده هذا المثل سهل سهل كلش. ابقوا وياي. هنا عندنا مثل، والمثل لازم تقولوا لي شنو قصته، واذا ما تعرفه قول لي ما اعرف. متفقين؟ متفقين. جاهزين؟ جاهزين. اسمك؟ محمود. سجاد. عز الدين. محمد. منتظر. طلال. نبدي هنا المايك يمك. تمام. ابو المثل يقول ياكلون تمر ويضربونه بالنوى، شنو قصه هذا المثل؟ المن قالوا ياكلون تمر ويضربونه بالنوى؟ بس شلون نوايه من هاي الزينه؟ ياكلون تمر ويضربونه بالنوى. يضربونه بالنوى. بس النوى شنو مرات شويه على يعني اضرب لك يعني هو شنو هذا المثل انضرب على قصه حقيقيه قصدك؟ تريد القصه الحقيقيه لو شنو؟ في يمك شنو؟ المن قالوا؟ المن يقصدون بهذا المثل؟ ليش؟ ما اعرف. ما تعرف؟ لا ما اعرف. مو هي هواي بيها يعني. يلا أمور. هي بيها هواي. هي طماطه هي. لا هو بيها هواي انا اسوي الامر انه لا مو ما فهمت السؤال صراحه اناني. مثل مثل هذا المثل انقال بموقف معين. اطيل المايك. نعم هذا المثل للناس اللي مثلا خلينا نقول تاكل من اكلك وبظهرك تحكي عليك. لا يعني يقول مثلا في الطبقه السياسيه ياكلون النوى يضربونه ياكلون التمر ياكلون النوى يضربك بالتمره يعطوني التمره يا عم قابل ياكلون التمر يضربونه بالنوى اخذوا ايش اسمه من امي سياسيين استاذي نفس الجواب الجواب عليه شنو انت سوري انا سوري من وين لازقيه مين لازقيه باللازقيه تمام شلون سوريا تمام الحمد لله وضعها شلون اقتصاديا ان شاء الله هيك الحمد لله وشكر اخوان عربيين بينات يعني ما عندنا طائفيه هنا فريقنا مشكل تيم سوري هنا انا من باكستان انا عراقي هذا من باكستان هذا رش على طول يسوي يحلم اول وضع الاقتصادي نفس جوابه نفس جوابه تماما تمام حتى بشرك انه جوابك وجوابه خطا يعني طيب استاذ انا فهمت من سؤالك انه اي السؤال انه واحد ساعد واحد ونكر مساعدته نعم يعني مثلا واحد ساعد واحد ونكرها لهم مساعده فازوا شنو فازوا؟ ما ادري طيب مالك اتوقع على طيور اللوابين هيك شيء طيور شنو؟ طيور اللوابين طيب مايك ما اعرف
ما اعرف. ولد هنا صريح. بدون ما افكر. بسرعه يطيق باوع باع. القسم يعرف فيها. شوف هنا أنا عندي جوائز وهدايا. وهناك عندي جوائز وهدايا. لكن هسه فرصه لكم. نعم. جاهزين؟ جاهزين. نبلش؟ نبلش. اعطيني ست امثال عراقيه. على فكره هو جوابك الاصح. يلا. سته؟ سته. بس تقول لي خمسه تخسر. اه. يلا. نسيت من طار من الافعال ستة نسيت نسيت نسيتني والله منو اللي يشارك؟ علامة النصر تعالي حافظ نسيت الباء تعال عينك على مالك دوي واحد بس طولي مجال هاي هذا ثاني ما يجي له حنطه تاكل شعيره؟ ايه مال حنطه تاكل شعيره هذا ثاني ايش فيها حنطه؟ ما اعرف نسيت نسيت ادري فيك والله ادري فيك ادري فيك ستك صعبه ست وايد اعطي مجال شاركون وياهم واشاركون وحدكم انتوا العائله وحدكم انتظر دقيقه الماي عرفت دابي راح انت تاكل الشيء اثنين يا الله لا ثلاثه صارن لا اثنين ثلاثه شنو هاي لا تغش اثنين مو ثلاثه اثنين عمي ثلاثه ثلاثه هسه نكمل بعد اثنين بعد بعد ثلاثه ماشيها خمسه ابد بسرعه عندك وقت كما تدين تدان نعم كما تدين تدان شفت كما تدين تدان اربع صار كما تدين تدان هاي الحكمه شلون سواها مثل ما ادري يلا هو يغششك وانت تطير لا والله غلط هاي يلا بسرعه بالوجهم رايق بالقفص اللايق بعد اثنين بعد واحد مو بعد اثنين يوم لك يوم عليك انت هو عندك الحكم تحبها يلا لاحظت برجلها ولا خلي السيد علي واحد ما يعرف تدابير راح تاخذ تاكل شعيره بالوجه مرايه بالقفص اللايه لا قالها اللي اوكي يلا كمل ايه. يلا عفوا خلي كمل ما اعرف بخيات ما نعرف هو كمل يلا هلا عمي غير عندنا 3000 مثل يا ابويا تنسى يلا سبع صنايع والبخ الضايع واحد طول طول النخله والعقل عقل الصخره اثنين اللي قالهم ما تقولها اه اوكي لا شو ما مين يصير اوكي يلا وهلا يا رمانه يلا والله تحافظين بس يلا من بالي يلا جي عندي وقت يلا بدناك ايش قد؟ اي تمام انت وياهم؟ ها؟ وياي؟ اي تمام ها؟ ايه نفس اللي حقون الوليد يا رمانه والعنب زعلانه ما لوح العنب يقول حامو يلا يا حظي يلا زين هاي ثلاثه هم قالوها مال بالوجههم راي بالظهر سلايه اوكي بالوجههم راي بالظهر سلايه قالوها هي اربعه ماكو ابد ماكو خراب حولي المايك مساعده يلا بسرعه عيد النفس لحد ما يوصل السادس يقول نسيت طين مايك سوريات تري السوريات على السكافي حافي والخياط عريان اي هذا واحد هذا بالسوري يلا الباقي ما بعرفه نعم عم بسكره وين صار لي ساعه ما وصب قولك الولد وانطلق وياك اللهم صل على سيدنا محمد عن جد ما بعرف اكو علاقه بها قزاز طوني اياها قزاز هاك تستاهلها كامله روح هاي الثانية شكرا لكم حياكم الله شيء تتمنى ان يجاوبوني لكن ما حبيكم وان شاء الله انتم شنو بهاي الفرصة؟ لا سالتك من جهة بس العرف انا بس هو اعطاني المثل صحيح احنا اعطيناك اربعة وانا اعطيتك خمسة بس دقيقة هو قال لي قصة المثل ينطبق على طبقة سياسية لا انت تنجح بس العرف حتى هاي وصات يختلف عليه ما يصير هو قال لي المثل قصة المثل القصة قل لي القصة يعني عندي يمشي القصة يستاهل انت قصة على بعض ما تعرفهن ليش ما قلت لك طير لبابيل مروا ماهم جاب طير لبابيل بالنص شكرا لك مشكور ماكو ثالث مشاهدين الكرام انتقل وياكم الى الفقرة الاخرى فقرة تردد الكلمات السريعة عندنا جمل سريعة لازم تقول لي اياها سبع مرات على السريع بدون ما تغلط ولا غلطة ابقوا وياي هنا الفقرة راح يكون بيها السرعة ولباقة
قوية بالكلام، هي فقرة ردد الكلمات السريعة، اكو جملة راح ترددها 7 مرات على السريع بدون ما تغلط أي غلطة، وإذا غلطت راح تعيدها مرة ثانية، راح تكون لك فرصة. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ نعم جاهزين. شو اسمك؟ علي. رانيا. ها؟ رانيا. ها أنت الجملة عندنا بالار، هاي سالفة لازم أعرفيش من عندها. عادي عادي. أم منو؟ أم إيهاب. أم إيهاب حياك الله. معي. أم علي حياك الله. زين، علاوة تصعب عليك هالجملة؟ الاسم داني احمد. ها داني احمد. داني احمد. داني احمد. محمد. محمد. حمود ايش فيك؟ شو عرقت؟ حار حار. ما جيت قلق، ايش فيك؟ ما بيك شيء؟ اكيد؟ ابد. يلا جاهز؟ جاهز. نبلش. علاوي اوقف لي هنا. تعالي شو اسمك؟ رانيا. رانيا، رانيا وقف عند يمي. هنا 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 ارجع لي ورا. تعالي ستي القلب يمها. المايك يمك. نعم. الزمي. اي جملة ما بيها رام اعطيك. عادي متعلمة. لان انا ادرس صوت والقاء ومتعلمة اكثر. صوت والقاء، شلون تداومين؟ معهد. معهد فنون؟ ايه. اسم؟ سمعية. اها يلا. سمعية، نبلش. ركزوا وياي. نعم. وحفظوا الجمل اللي راح اقولها. حفظوها، عندي جوائز هناك، اجهزة كهربائية ومركز تجميل ومنديل اليمن ومتسوق ماركت وعنده منظفات مال البيت، هواية شغلات. تمام. جاهزين؟ تمام. جاهزين؟ تمام. نبلش. قل لي القصمان لبسوا قمصان واكلوا قرصان. القصمان. القصمان لبسوا قمصان واكلوا قرصان. 7 مرات على السريع. القمصان لبسوا. مو قمصان، القصمان. القصمان لبسوا قمصان واكلوا قرصان. حفظتيها؟ بسرعة على السريع. القص عيدها. أنا عيدها؟ تمام. القصمان لبسوا قمصان واكلوا قرصان. القصمان لبسوا قمصان واكلوا قمصان. اكلوا قمصان؟ قصمان. ها. مو يمها. لا. مو يمها؟ تجيش على الجمله الاخ، هسه نشوف ام. لا انا ما شايف. انتم شنو؟ لا لا. ترى خليش تغني لام كلثوم. لا لا. لا تقول لي الجمله. هو راح يدبرها؟ ان شاء الله. اعطي المايك. يلا علي. ما حفظت الكلمه بس عيدها. قل لي القصمان. القصمان. لبسوا. لبس قرصان واكل. لبس قرصان شنو؟ لبس قمصان واكل قرصان. القصمان لبس القرصان. لبس قمصان واكل قرصان. لبس قرصان واكل قمصان. اه تقربت. اعطيني جملة. تعال. لا ارجع لك. اوقفي. تجيش اسهل. يلا. القصمان. حلو. القصمان لبس القمصان واكل قرصان. 7 مرات على السريع. القصمان. لبس القمصان واكل قرصان. القصمان لبسوا القمصان واكل القرصان. القصمان لبسوا القمصان واكل القرصان. القمصان. القصمان لبسوا القمصان واكل القرصان. القصمان لبسوا القمصان واكل القرصان. القصمان اكلوا العفو لبسوا لك وقع عند مطعم. القصمان لبسوا القمصان واكلوا مصرته. اعطي المايك ارجع لك. لا لبس القمصان. ارجع بسرعه. الجمله. القصمان لبسوا القمصان واكلوا القرصان. القمصان. القصمان. القصمان لبس القمصان. لبسوا قمصان واكلوا قرصان. طن مايك. القمصان. هلا بيك هلا. القمصان. وبجيتك هلا. ليش قاعد يلا يلا يلا. القصمان لبس القمصان واكلوا قرصان. القمصان. هذا كنت ترى تضعف. تمام. هسه اعطيكم غير جمله. نرجع رانيا. رانيا نزل المايك. رانيا قولي لي خميس الخباز خبز 5 خبزات. 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 كافي. انا تعبت بعد ليت خليت عباني. خميس الخباز خبز 5 خبزات. تمام عشان هسه فزتي باول وحده. نرجع هنا يلا بسرعه. خميس الخباز خبز 5 خبزات. خميس. خميس الخباز خبز 5 خبزات. 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 حول المايك بسرعة. خميس الخباز خبز 5 خبزات. للميس خميس الخباز خبز. دقيقة. جاب لميس من النص. من يا لميس؟ احكي لي من الأخير. من يا لميس؟ لا أستاذ ما أدري. من يا لميس؟ معكم المرض باي. ها؟ المرض باي. وين المرض؟ بالدجاجة. يلا عيد.
عيني لمي... خميس الخباز خبز خبز خمس خبزات لميس الخباز تعال انت عندك صار الغالي خطيبتك لو من وياك؟ لا مرتي. مرتك دير بالك لا تجيب لي اسم زين ابو حنان وجنان. خميس, خميس اسمه خميس. خميس الخباز خمس خمس خمسات. نعم ترى قال اسم بنيه انا مالي دخل بسرعه على السريع. خميس الخباز خمس خمس خمسات. اي متكمل خميس بسرعه بسرعه بسرعه. انت ليش قاوم على القضيه ما دفت ليش قاوم عيد على كيفك يلا يلا سرعه بسرعه جمله. خميس الخب خميس عيد خميس الخباز خبز خمس خبزات. خميس الخماس انت مستحي قوي لي تمام. دانيا المايك رانيا رانيا اسم المايك رانيا. جاهزة رانيا؟ جاهزة. جاهز؟ يا الله نبلش. قولي لي جو جدة جو جدة زي جو جيزان جو جدة زي جو لا صعبة صعبة؟ قولي لي شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة. احنا سبعة شمس تمشي لا لا تعيديها تعيديها لا مو هيك لا عيدي يلا دانيا رانيا المهم تشابه اسماء عيدها الجمله اعيدها النوع عيدها. شمس تمشي وشمس مشمسه شمس تمشي وشمس مشمسه شمس تمشي وشمس مشمسه مشمسه بتقطع من الرواد حاره الدنيا تروحين نكتب من العصير. اخر فرصه ليش عيدي على كيفك ركزي. شمس تمشي وشمس مشمسه شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة حتى لساني ثقل لساني ثقل يلا. شمس تمشي وشمس مشمسة نعم شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس لا تقعد تزرق بالغالي ثبت رقبتك وقول لي اياها يا لقاء حتى تاخذ الجائزة يلا. شمس جيب الجوائز يمي كلها هنا جيب لي اياهن جوائز جيب الهدايا هنا يلا. شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة مشمسة شمس وين شمس طيب المايك طيب المايك انت عندك العصاير هواية. لميس معوفة بالموضوع هاي المرة شمس مالك دخل بلميس. شمس تمشي وشمس مشمسة مشمسة قلت لك مزوج يلا. شمس تمشي وشمس مشمسة هم بيها ميم استاذ استاذ شو هي اعطينا شو لميس من هي اعطي المايك. شمس تمشي شم تعال انت اريدك يمي تعال 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 يمي حتى بك يلا احاول وخر هاي عندك الشغلات اللي نفسيتك تعبت على كيفك على كيفك باو اعفيك من عندهم اعطيك غير شغله ايه؟ جريء ايه؟ حتقول تقول لي جريء انت جريء متاكد زين هديه تهيئ لك لو زوجتك زوجتك يعني لازم تضحي هسه لازم تجازف تغني اذا تغني تاخذ الجائزه زوجتك يلا هاي قدام الكل وحتى لو مقطع صغير والله تاخذ جائزه ها انا اريد بس زوجتك كان شنو دخل؟ شو تحب تغني لها دائما؟ من كنت تقعد تطبخ انت؟ لا ما تطبخ انت؟ ابد؟ ابد هذا مرتك مريضه ما تطبخ؟ ابد لا شو تسجل دليفري؟ ها الحياه سعيده لا مره تطبخ ولا رجال عشان عاد دليفري حلو يلا تغني الغالي اي شيء اي شيء اي حاجه انت شنو؟ شنو عاجبكم يغني لكم الغالي؟ ها وايش بك يا مساء اي اغنيه واحد الى خمسه حتخسر ما حافظ اغنيه ما حافظ اي اغنيه ايوه الولد انت عمي والله انت تمشيتك تعبت هاي الهديه زوجتك واختي ان شاء الله هي مقدم المركز امبريال للتجميل منطقة الحارثية اكو داخل هذا بطاقة هاي البطاقة بها ايتمات تسمعين
بها ايتمات تختار واحده من ضمن الايتمات. نعم. بها شفط. لا 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 ما تريد؟ ما تريد انت ما تريد؟ لا ماري قفل على القضيه تستاهل حبيبي حياك الله. اما انت تعال ابو لميس تعال تعال زين اعطيني هديتين من دندي. هاي وحده تستاهل هاي لك شلع عاد قلبك هاي لميس. وهاي الثانيه تستاهل شكو ماكو شموش. اما انت ازم المايك اما انت راح اعدد لك الهدايا تختارين وحده ماشي. عندك سلسله مطاعم مندي اليمن لشخصين. عندك مركز امبريال للتجميل تجميل مفيدين. ايوه تمام بعد قبله سوي من الحر تمام. وعندك جهاز كهربائي اللي هي دراخه او شيء شيء يسوي شوربه شغلات. اما عندك منظفات ومطهرات وشغلات مال البيت تستاهل تستاهلين. هاي من ضمنها راح تكون هديه مقدمه من مركز امبريال للتجميل. مبروك عليك. شكرا. وتستاهلين حياك الله. طبعا مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم الى الفقره الاخيره من برنامجنا برنامج رام كل شيء فقره غنوه وشعر. ابقوا وياي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحه حبيبي؟ شلونك حجي؟ حياك يا ورد. من وين؟ والله انا من البصره. وكنت عايش برا؟ هي عايش بامريكا. ايش قضيت بامريكا؟ 27 سنه. ورجعت البصره؟ اي رجعت. ايش عجب؟ This is my country. I have to come back to Iraq because I love my country, man. ممكن ترجم لي الغالي؟ يعني انا احب عراقي واحب بلادي وانا بدي اظل دائما بالعراق. اخذت الجنسيه الامريكيه؟ Yes, of course. انت قلت رجعت تبقى هناك؟ Yes, of course. انت مواطن امريكي؟ نعم. الله. ساعة صغير من بغداد. من بغداد حياك الله. محمد وليد طلاب من بغداد. سادس حلو. لا رابع بس انا المفروض سادس. وانت؟ رابع. وانت؟ رابع. رباعيين. ايه. ازم لي المايك. ايه. اذا غنيت اغنية تفوز بسرعة. الاغنية لو اغنية لو شعر اختار. لو اغنية لو شعر؟ يلا اي بسرعة. اغنية اغنية انا اقول لك بسرعة اغنية. صوت ما حلو والله. جرب. والله. صوت ما يساعد ترى. يلا 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 يلا. والله قول يا الله. يا الله. يلا توكل. هاي بصراحة تخسر. لا تخسر ما بدك تخسر. لا ما بدك تخسر. طول أغنية راح أقول لك أغاني من بالي. يلا. أنت غاليتك اليوم يزيد. أنا طيب. غنيها يلا. أنت الشيخة أنت الشيخة والدلة وأنت الفنجان. تغنيها؟ إي. لا مو سولف أغنيها. شو ما أعرف أغنيها أصلاً. غنيها. أنت الشيخة والدلة وأنت الفنجان. أعطي المايك عوف الدلة وعوف الشيخة وعوف الفنجان. بس تغشون أغاني نسيتهم كلهن. كل أغاني نسيتها؟ لا لا غني. شعر شعر. شعر. ما حافظ شعر. فينا معاشر معود هذا مال الأدب. عوفه يلا. يلا يلا على الافوه الاودي احكيها باحساس. فينا معاشي لم يبنوا قومهم وان بنى قوم ما افسدوا عادوا وان بنى قومهم لا يرشدون لم يرعوا مرشدهم فالغيم هم مع الجهل ميعادوا والبيت لا يبتن الا له عماد ولا عماد اذا لم تبدوا اذا لم تبدوا لا انت ترسب بالامتحان ترسب. مو حافظة زين. غني الاغنيه احسن. مو حافظ اغنيه ولا اغنيه ذاتك الصوت خسروم ولا واحد بك ما حيغني. مو حكي شعر. طي المايك يا الله. شعر مو حكي انا شعر. عبد الحليم على حسبي ودان. عبد الحليم يمه على حسبي ودان قلبي يا ابوي راح اقول لزين سلامات سلامات سلامات. ما سامح ما تغنيها تكمل. وشفتك تعجبت غنيها. سلامات سلامات سلامات. انا نسيت الوقت. عوف عبد الحليم حجينا. I want to be with you. I want to be with you forever my love. I wish you go with me everywhere. انا احب اوجه رساله لاصدقائي. قبل توجه ترجم لي الاغنيه. يعني انا احب تكون وياي بكل مكان وين ما اروح واتمنى نعيش سوا فور ايفر يعني العمر كله. هسه رساله توصلها للاصدقاء. انا احب اوجه رساله الى اصدقائي بالولايات المتحده الامريكيه. انا اريد اقول لكم اصدقائي واحبائي اي ويش ايفريبادي كم تو ايراك. ايراك ناو فيري فيري بيس امان وثقافة وعلم والحمد لله وشكر والشعب محترم وإحنا عايشين أحسن عيشة والأخبار اللي يسمعونها خارج العراق هاي don't believe it everything liar
I wish everybody out Iraq come to Iraq, see Iraq how beautiful country. Thank you very much. Thank you. Thank you. سريعة. اللي يحب الولد يحب الخال. كمل. يمكن سنة ويلقاه. واللي يحب الذهب بسوق الذهب يلقاه. بس اللي يحب الوطن وين الوطن يلقاه؟ الوطن عزيز. تعال ما عندي بعد. لا هسه حتغني لي. لا ما اغني. ام كلثوم. ما اعرف ولا اغني. ما احاول. غني فكروني تاني عنك. فكروني فكروني صح ونار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني. الله لك يجيب احساس احساس ذكرتهم باحساس. تعال حجي تعال حجي حجي. انتو ما تدخن؟ لا ما تدخن. نفسيتك زينة؟ الضغط زين؟ نعم. السكر زين؟ نعم. كلها؟ نعم. فول فول. اوكي. انتو من جاي حجي هنا؟ انا وعائلتي. كم نفر؟ هذا ابني ودي زوجتي وذاك ابني. يا هو ابنك وين؟ هذا اللي قبالك. أربعة زين. تريد الهدية إلك ولا للحجية؟ نفس الشيء بس إلي أحسن. وإذا أنا حطيك هديتين. إي. حطيك هديتين. إي. أول هدية طيب هذيك الهدية. أها. هاي منظفات ومطهرات مال البيت. إي تمام. هاي للحجية، الحجية 24 ساعة لازم تنظف، هاي راحت إلك تستاهل. للحجية. أما الحجية والجهال حتى أنتوا شربتوا هسا عصير ورحتوا مقدم من المثلجات. جيلات المنصور شارع 14 رمضان. نعم. مبروك هاي. اشكرك انت والجهال. اشكرك رحمة رسالة الله. رساله اخيره. صار قد جيت العراق؟ صار لي تقريبا 3 اشهر. الاثنين تستقر لو ترجع؟ لا اي جو باك تو امريكا، يعني ارجع بس شيني ابقى هناك 6 مان 7 مانث ام كم باك تو العراق. اروح هناك 6 اشهر وارجع هنا. ترجع هنا؟ اي يعني اي جو. تشتغل هناك؟ اي هاف سوبر ماركت. سوبر ماركت حلو. اما هنا بما انت وياك طفله، هاي مقدمه من مثلجات جيلات المنصور شارع 14 رمضان، مبروك عليك وحياك الله. اما انت الوجهك اصفر، اعطيني هديه من هاي، هاي لك تستاهل وحياك الله. حم الله والديك. انطلق الى وذيك هذيك لا لا هذيك 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 اللخ. اها عافيه فرها تستاهل. روح هاي شاركوا بيها بالليل من تقعدون تقرون. مشكورين حياكم الله. مشكور حبيبي الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم وياكم، برنامجنا برنامج يرهم كلش، كانت حلقه كلش حلوه ويا العوائل ويا الشباب. شكرا لمشاهدنا وشكرا للشركات الراعيه اللي قدمت هذه الجوائز والهدايا الممتعه ببرنامج يرهم كلش. شكرا الى المصور علي الحسني الكبير والمصور ايمن الخالد. انا كنت بالتقديم خطاب القصاب، اقول لكم الى اللقاء.